تستمعون الآن إلى نورس أف أم على الموجة 93.5. مستمعينا الكرام، في هذا اليوم يتم تنفيذ أو ضمن مشروع تخضير فلسطين، معالي وزير الزراعة المهندس وليد عساف يشارك في هذا المشروع هذا اليوم في مقام النبي موسى بزراعة عدد كبير من أشجار، وسيكون ضيفا على مدينة ومحافظة أريحة هذا اليوم، ومعنا مباشرة على الهواء، يعني نسعد باستضافته معنا في هذا الصباح معالي وزير الزراعة المهندس وليد عساف. معالي الوزير، بداية صباح الخير وتعازينا الحارة لحضرتكم في مصابكم الجلل. شكرا لفعلكم بارك الله فيكم على التعزيم ومشاركتي هذا العزاء. ثانيا بالنسبة لتخبير أو يوم افتتاح يوم الشجرة أو اليوم العمل التطوعي لزراعة أشجار في النبي موسى بمناسبة يوم الشجرة، نعم هذا البرنامج مضى على التحضير له أكثر من شهرين. هذه منطقة سياحية ومنطقة دينية من الدرجة الأولى يأمها أعداد كبيرة جدا، هي منطقة فلسطينية بامتياز تقع في ضمن منطقة جيم. نحن نريد أن نستهدف هذه المنطقة بإعمارها، ونريد أن نسهل لمواطنينا وللزائرين لهذه المنطقة لكي يجدوا مكانا مريحا، كما نريد أيضا أن نوفر مصدر دخل للمقيمين بهذا المقام. وأفضل شيء وجدنا أن نقيم حديقة بمساحة دنم ونصف حول المقام، بالإضافة إلى الجمالية التي يمكن أن يمنحها ذلك، ومكان للظل استراحة القادمين المتنزهين أو السائحين أو المتدينين الذين يأتون لأداء الصلاة والتعبد في هذا المقام. يعني لذلك قمنا بالتخطيط له، وقمنا بأرسلت قبل شهرين أرسلت مديرية الزراعة وفد نظارة مديرية الزراعة في أريحة، وقاموا بدراسة الاحتياجات واللقاء مع المشرفين على المقام، وتم التحضير لهذه الفعالية بالتعاون مع محافظة رام الله ومحافظة البيرة أريحة عفوا، وكذلك أيضا مع وزارة الأوقاف وحركة الشبيبة في جامعة كنت مطروحة في أريحة. لكننا حضرنا كل شيء منذ وقت سابق، وهناك من تبرع بالأسلاك الشائكة التي سنحوط بها المكان لحمايتها من الأغنام. نريد لهذا المشروع أن ينجح وأن يكون مكانا يعني يوفر للقادمين لهذا المكان الراحة والهدوء والطمأنينة، وكذلك أن يوفر للمقام هيبته ووقاره، وكذلك أن يزيد له ذلك. وكذلك نريد أن نعمر المناطق البعيدة والنائية في الأراضي الفلسطينية. كل التوفيق لكم معالي الوزير في هذه المشاريع البناءة بكل تأكيد، ولكن يعني أود أن أسألك بالنسبة لموضوع آخر، وهو يتعلق بالجمعية التعاونية لتنمية الثروة السمكية في منطقة أريحة والأغوار، والتي تعتبر نموذجا ناجحا خاصة في قطاع الأسماك الذي دخل حديثا من خلال المشروع البرازيلي ووزارة الزراعة. هذا المشروع حقق نجاحا على مختلف المستويات وحقق نسبة مبيعات جيدة وخاصة في أريحة، هل هناك خطط مستقبلية لتوسيع المشروع ودعم الجمعية، ويعني بعد أن بدأت الجمعية بتسويق إنتاجها بشكل فعلي، هل هناك خطط لتطوير هذا المشروع وربما إقامة مشاريع مماثلة في مناطق أخرى، يعني ليس فقط في أريحة؟ يعني أصلا هو اليوم طبعا سنزور هذا المشروع، نعم، وسنفتتح هناك المفرخ أيضا. يعني في هذه الجمعية هناك مشروعان، مشروع 4 برك سمكية تم إنشاءها المشروع البرازيلي، ومشروع مفرخ تم إنشاء المشروع الدنماركي. هذا المشروعان برعاية وزارة الزراعة، وأيضا تستهدف إيجاد مصادر دخل للجمعية وأعضائها، وتستهدف أيضا إدخال زراعات جديدة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. موضوع الأسماك موضوع حيوي، لدينا الآن أكثر من 29 بركة في كافة أنحاء الوطن تعمل تم افتتاحها بشكل مشترك في نفس المشروع. وبالتالي هناك برك في كل الأماكن التي ينجح فيها هذا المشروع، المناطق الدافئة مثل قلقيلة والكرم جنين طوباف والأغوار، وهذه المناطق الدافئة التي توفر فيها مياه وتتوفر فيها الجو المناسب لمثل هذه الأسماك. الآن لدينا مشروع آخر
في قطاع غزة الآن للبركة السمكية أيضا. ولدينا مشروع ثالث في ضمن خططنا للمستقبل لتوسيع مشروع في الأراضي الفلسطينية في المحافظات الشمالية. لدينا على مشروع ب 120 بركة أخرى، لكننا حتى الآن يعني ضمن خططنا الاستراتيجية لحجز التمويل لها، ونعتقد أن هذا المشروع الآن يوفر 5% من حاجة البلد من الأسماك، لكنه عندما نكمل خطتنا الخمسية سنوفر من 20-25% من حاجتنا من الأسماك، بالإضافة إلى إدخال أنواع جديدة. ولدينا الآن هناك عمليات يعني دورات تدريبية مكثفة نقوم بها لكادر من كوادرنا من عدة دول، حتى الكادر داخل هذه الجمعية أيضا تم إرساله في دورات سابقا، وسنشارك في هذه الدورات موظفين من الوزارة، مهندسين بالإضافة إلى مزارعين، ولكي يمتلكوا هذه الخبرة. نريد أن نطور هذا القطاع المبتدئ في فلسطين. هذا سيكون ضمن جولتنا اليوم، وكذلك ضمن جولتنا اليوم سيكون افتتاح مصنع للسيلاج للألاف البديلة في أريحة أيضا وفي العوجة. وهذا المصنع للسيلاج أيضا بدعم من وزارة الزراعة وخبرة من وزارة الزراعة. لدينا الآن خبرة خبراء جيدين في الوزارة، في مركز البحوث وفي الوزارة نفسها في الإرشاد، يستطيعوا أن تقديم الخدمة والتعليم والتدريب للمزارعين الذين يرغبون بإدخال الأعلاف البديلة. وهي أعلاف يتم تحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف ذات قيمة غذائية عالية تزيد قيمتها عن قيمة الأعلاف التي يتم شرائها من السوق، ولكن بدون دفع يعني بدون مدخلات إنتاج بسيطة جدا، بالإضافة إلى التخلص من مخلفات المنتجات المزارع الفلسطينية. هذه العملية سنفتح اليوم مصنع للسيلاج للألاف البديلة، وافتتحنا قبل فترة مصنع من هذا النوع في منطقة طمون. لدينا 10 مصانع للألاف البديلة سيتم إنشائها ضمن مشروع مع منظمة الفاو، وضمن مشروع ودعم من وزارة الزراعة والتدريب من كوادر وزارة الزراعة للمزارعين لجمعيات زراعية، لكي يتمكنوا من تخفيض كلفة الإنتاج في هذه الجمعيات لتوفير الأعلاف، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف. هذا ما سيتم عمله أيضا اليوم في أريحة. طيب معالي الوزير، يعني سؤالي الأخير لحضرتك، يعني اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الأغوار قرر تخصيص مبلغ معين للإنفاق في منطقة الأغوار بشكل عام في مشاريع مختلفة، ما هي حصة القطاع الزراعي من هذا من هذه الميزانية، وكيف سيتم توظيفها لدعم المزارعين، وأين وصل ملف الإعفاء الضريبي لمنطقة الأغوار؟ يعني دعني أتحدث عن النهاية. ملف الإعفاء الضريبي هناك قرار في مجلس الوزراء اتخذ وأبلغ للمالية، وأرسل إلينا نسخة منه لاستكمال دفع منح الأولوية دفع الإعفاء الضريبي لقطاع الزراعة في منطقة الأغوار. هذا ما أبلغ لنا فيه خلال الأسبوع الماضي. أعطيت تعليماتي للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية لمتابعة هذا الموضوع مع وزارة المالية لإنجازه وإنهائه في أقرب وقت ممكن. وأعتقد أن القرار يعني صدر قرار المجلس الوزراء كتابيا وأرسل لوزارة المالية، والآن نحن قيد التنفيذ. سنمنح الأولوية في هذا الموضوع لمنطقة الأغوار. الموضوع المسألة الثانية بالنسبة لقرار بالنسبة للمبلغ الذي رصده هو مجلس الوزراء 15 مليون شيكل. نحن في وزارة الزراعة عقدنا عدة اجتماعات لكافة الإدارات المختلفة بحضور مديريات نابلس جنين، نابلس طوباس أريحة، والإدارات المختصة من الوزارة التي لها علاقة بالاستصلاح الأراضي والطرق الزراعية والمياه والإرشاد، وتم وثروة الحيوانية والبيطرة، وبالتالي تم وضع خطة وزارة الزراعة في هذا الموضوع. المشاريع ذات الأولوية، المشاريع ذات الأولوية التي نحن بحاجة إلى تمويل لها في منطقة الأغوار في هذا العام هي بقيمة 10 مليون شيكل. لا نعتقد أن يعني حجم المبلغ المتاح 15 مليون سيكون كافيا لمنح وزارة الزراعة ثلثي المبلغ، لكننا سنسعى لكي نحصل على القيمة الأكبر من هذا المبلغ من 15 مليون، لأن الزراعة بشكل أساسي هي العمود الأساسي الفقري، العمود الفقري لقطاع الإنتاج في الأغوار، وهي أيضا التي تتمكن من أن تصل إلى جميع السكان وخاصة في المناطق النائية، وهي التي ستحافظ على تواجدنا وانتشارنا في، وبالتالي الأكثر قدرة على التصدي لقرار
الإسرائيلي بضم الأغوار. نعم. لذلك نحن سنسعى، تم عقد اجتماع في اللجنة الوزارية والأمس لهذا الغرض، لكن بسبب خاص يعني بي لم أتمكن من حضور هذا الاجتماع لتواجدي في المستشفى مع ابني. لذلك تم إرسال تقرير المشاريع، وأعتقد أن اللجنة المختصة عقدت الجلسة الأولى، لكنها ستعقد جلسة أخرى، وسيتم بحضور وزير المالية، وسيتم توزيع المبلغ بشكل حسب أولويات المشاريع التي سيتم دراستها خلال هذا الاجتماع اللجنة الوزارية القادم، ومنح كل وزارة نسبة معينة حسب ما تتفق عليه اللجنة. نعم. على كل حال معالي وزير الزراعة المهندس وليد عساف، شكرا جزيلا لحضرتك، ويعني نحن شاكرون جدا لوقتك الثمين الذي أعطيتنا إياه لإجراء هذا الحوار مع معاليك. شكرا جزيلا، ومرة أخرى تعزينا الحارة في مصابكم، وإن شاء الله آخر الأحزان بتكون معالي الوزير. تحياتي لك وكل التوفيق بنتمنى لحضرتك ولوزارة الزراعة في كل المشاريع اللي بتهدف لبناء الوطن بشكل أفضل، و يعني تطوير القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية بشكل أكبر في منطقة الأخبار. شكرا جزيلا لك معالي الوزير، إلى اللقاء. The best hit music. You're listening to Nowras Radio Station. Every time you turn this on, there's another hit song coming on.